التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، حفلنا الكريم مع هذه الانطلاقات المسائية الرياضية التي تنطلق في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، الذي يقدم الترحيب بكل المشاركين والمتابعين لدى هذه الانطلاقات التي تنطلق في أرضية هذا الميدان، حيث أعلنت انطلاقة الشوط السابع عشر. هذه هي صاحبة أفضل توقيت في هذا المسار الرائع والجميل أمامكم على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية. ينطلق هذا الشوط ونحن ننطلق دائما مع صدارة هذا الشوط، وفي المركز الأول الشاهينية لسيد حمد بن حمد بن بيات الرميثي من تتواجد على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني لدى وجود سرابة لسيد سعيد بن حمد بن أخويتم العامري، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر هناك التحديات والدخول من هذه الأسماء التي بدأت بالاقتراب مع المراكز المتقدمة في هذا الشوط. المركز الثاني خلال أيضا هذا الانطلاق، وصلت شاهينية على المركز الثاني في هذا الانطلاق لسيد سعيد بن خميس بن عامر العمري من يأتي مع انطلاقة شاهينية، بينما المركز الثالث تدخلت شاهينية حمد بن حمد بن بيات الرميثي، والمركز الرابع الشاهينية لسيد أحمد بن مطر بالكوس الفلاسي، بينما المركز الخامس هذه هي مشاهدين الأعزاء شقرة محمد بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري مع المركز الخامس، والمركز السادس تدخلت ايضا صدعة فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي من يقدم هذا الاسم، وتدخل ايضا خطير مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات الظفرة قارب بن عبيد بن طماش المنصوري من يعلن بانطلاقة مشاهدينا الاعزاء هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بدأ التحرك والانطلاق في هذا الشوط، العودة مباشرة مرة اخرى الى مقدمة هذا الشوط والى المركز الاول. الشاهينية ما زالت على صدارة هذا الشوط، ما زالت مع المركز الاول سعيد بن خميس بن عامر العمري من ياتي مع انطلاقة الشاهينية، بينما المركز الثاني تدخلت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء هنا سراب سعيد بن حمد بن خويتم العامري، والمركز الثالث من الجانب الاخر تاتي الشاهينية احمد بن مطر بالكوس الفلاسي من يقدم ايضا هذا الاسم في هذا الانطلاق الرائع والجميل. المركز الرابع الشاهينية للسيد حمد بن حمد بن بيات الرميثي من يقدم الشاهينية، خذت المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس خلال ايضا هذا الانطلاق وصلت الاسماء، وصلت الاسماء. الله يا سلام، هذه هي مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات صدعة للسيد فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي مع المركز السادس والاسماء الاخرى القادمة مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات المنطلقة نحو الفوز والناموس خلال هذا الانطلاق. تبادل سريع ما بين المراكز المتقدمة خلال هذا الأداء الرائع والمميز والانطلاق المثير الذي يأتي بوجود هذه الأسماء. تدخلت شاهينية، سالم بن سعيد بن سليم الدرعي خذت المركز الرابع خلال هذا الانطلاق ووصول خطير من الجانب الآخر الظبي حميد بن علي بن خريف الحقري من يأتي مع الظبي. يلا وصلت الظبي من الجانب الآخر لتتدخل من اسم إلى أيضا مركز متقدم في هذا الانطلاق الرائع والجميل. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى قمة التنافس والتحدي مع وجود هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة أمام حضراتكم متابعي قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث الكبير. هذه هي مشاهدينا الأعزاء الشاهينية على مقدمة هذا الشوط، أحمد بن مطر بالكوس الفلاسي من يأتي مع انطلاقة شاهينية بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول خلال هذا الانطلاق. تدخلت خطيرة هنا مشاهدينا الأعزاء ووصول سلسبيل اول اذاعه لسلسبيل ابراهيم بن سالم بن راشد المنصوري على المركز الثاني، ولكن الانطلاق مع المقدمه مع المركز الاول الشاهينيه وصول خطير مع المركز الثاني. هذه هي مشاهدينا الاعزاء صدعه فالح بن عبد الله بن مبارك الكتبي من يقدم صدعة
يدعى، ولكن الله راقب القادمة، راقب القادمة. هذه هي تدخلات مياسة النشبي بن حمد بن متعب العامري من ياتي مع انطلاقة مشاهدين الأعزاء. مياسة 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 على المركز الأول، غيرت النتيجة في اللحظات الأخيرة لتنطلق مشاهدين الأعزاء بمقدمة هذا الشوط. سلام ميدان الساد، سلام الساد، سلام، تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء لمالك مياسة النشبي بن حمد بن متعب العامري على هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول، بينما من حل الثانية الشاهينية أحمد بن مطر بالكوس الفلاسي، والمركز الثالث كان من نصيب صدعة فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي، بينما المركز الرابع كانت أيضا مشاهدين الأعزاء في هذا الانطلاق من حاف سيل السيل بن سيف بن سيل بن كلدم الخيالي، والمركز الخامس شاهينية عمر بن حربي بالطشة العامري مناتت في المركز الخامس. لحظات أيضا للوصول والتحدي من مياسة لتختطف ناموس هذا الشوط لا سيد النشبي من حمد بن متعب العامري بتوقيت زمني 6 دقائق 10 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهينية أحمد بن مطر بالكوس الفلاسي من حل ثانيا بتوقيت زمني 6 دقائق 11 ثانية جزء واحد من الثانية، بينما المركز الثالث كان من نصيب فالح بن عبد الله بن مبارك الاكتبي من احتلت المركز الثالث، سجل التوقيت زمني مقدار 6 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.